بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، الجلسة 121 من كتاب سنن أبي داود سيدنا سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 75 من الهجرة النبوية الشريفة عن عمر دناه 73 ودفن بمدينة البصرة حرره الله بجوار قبر سيدنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. الباب 30 من الكتاب 9 كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم. وعن أبي قال، يعني حكم الصدقة على بني هاشم، والمعلوم أنه يحرم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى عوضهم بخمس خمس المغنم، فإن خمس المغنم لله وللرسول، وأربعة أخماس المغنم للجند والغازين، وهذا الخمس يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم، خمس منه لخاصة نفسه ولزوجاته، وخمس آخر لقرابته، وخمس بعد ذلك لابن السبيل ولعامله ولغير ذلك مما يطرأ له من حاجة. باب الصدقة على بني هاشم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام أبي داود في سننه الحديث 652. يقول: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، يعني يجمع الصدقة، فقال لأبي رافع: اسحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. يعني هذا الرجل الذي جمع الصدقة قابل سيدنا أبي رافع فقال: تعال معي عند النبي لعلك تصيب منها، يعني يعطيك منها شيء. وكان أبي رافع من خدام النبي، وكان من فقراء الصحابة. حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. لأنه خادم النبي يبقى تابع للنبي، وإذا كانت الصدقة لا تحل للنبي لا تحل لمن ينفق عليه النبي. كويس. فمولى قال إيه؟ مولى القوم من أنفسهم، يعني تجب عليه إيه؟ النفقة من نفس إيه؟ من نفس مخدومه. وإنا لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال: حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بالتمرة العائرة، يعني الساقطة، تمرة كده ساقطة على الأرض، فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة، فكان لا يلتقطها النبي ليأكلها مخافة أن تكون من الصدقة صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الورع والاحتياط، فدل النبي أمته على الورع والاحتياط وترك الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة، يعني وجد تمرة على الأرض، فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. قال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني أبي
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. بعثني أبي اللي هو سيدنا العباس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. وعنه به قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه زاد: أبي يبدلها له، يبدلها له يعني يديها له ويبدلها له من الصدقة. ومعلوم أن برضو آل العباس لا تحل لهم الصدقة، آل المطلب كل أولاد عبد المطلب، كل أولاد عبد المطلب وآل بني هاشم. المطلب ولا أبو المطلب فين؟ المطلب. المطلب. آه. ليس عبد المطلب. المطلب نعم. وبني هاشم. وأفتى الشيخ البيجوري وهو من كبار الشافعية في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الهجري، وكان شيخا للأزهر، في حاشيته بجواز أخذ الصدقة لآل البيت في هذه الأزمان، لأنه توقف الجهاد وليس لهم سهم في الغنائم، فلا يجوز أن نترك فقراء آل البيت فلا نعطيهم الصدقة بعلة أنها حرام، ثم هم حرموا ما أغناهم الله به من الغنائم. فلتوقف سهم أولي القربى من الغنائم بسبب ترك الفتوحات والجهاد صار لآل البيت مشروعية لأخذ الصدقة في هذا الزمان. هذا على فتوى من الشيخ البيجوري، ووافقوا عليه علماء الشافعي أو أغلبهم يعني، لكن من إيه؟ من استعف أعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله أحسن. باب الفقير يهدي للغني من الصدقة، يعني جاءت صدقة للفقير فأهداها الفقير للغني، تحل؟ تحل، لأنها جاءت للغني هدية ولم تأتيه صدقة. وعن أبي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم، قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة، وبريرة كانت مولاة لستنا عائشة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. حتى إن النبي كان صائما فأفطر، كان صائما صيام تطوع، فلما وجد هناك لحم يطبخ في البيت فأكل منه وأفطر صلى الله عليه وسلم. واستدل الشافعية على أن المتطوع أمير نفسه، له أن يفطر في أي وقت وليس عليه الإعادة، يعني لا يجب عليه الإكمال ولا يجب عليه الإعادة، هذا للمتطوع، الصائم تطوعا، خلافا للحنابلة. فالحنابلة عندهم المتطوع إذا شرع في العبادة وجب في حقه الإتمام، فإن أفطر وجب في حقه أن يعود هذا اليوم. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، يعني ممكن أنت تتصدق بصدقة تعطيها مثلا لأحد الفقراء من أقاربك، مثلا يعطيها مثلا لعمه لأنه كان فقير، فيجي يموت العم وليس له وارث فيرثه ابن الشقيق، فتلاقيه تعود إليه مرة بعد ما أعطاها تعود إليه، لأن لا يجوز التصدق على الأصول ولا الفروع، لكن يجوز التصدق على الحواشي، يعني لا يجوز الصدق على الابن ولا على الأب وإن على، والابن وإن سفل، والأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، يعني البنت وبنت البنت والحفيدة وغير ذلك، كل ده لا يجوز، اللي هي الأصول والفروع لا يجوز الصدق عليه، لكن الحواشي ممكن.
يعني ممكن تدي للأخت والأخ والعم والعمة والخال والخالة وهكذا. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. وهنا على أي حال الصدقة على الأم قلنا لا تجوز، تبقى هبة، يسموها هبة، هبة أو هدية لكن مش صدقة، فهي في صورتها صدقة ولكن في حقيقتها هبة، لأنه لا يجوز التصدق على الأصول ولا الفروع. باب في حقوق المال. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود اللي هو صاحب القراءة المشهور، سيدنا عاصم القارئ المشهور اللي هو روى عنه شعبة وحفص، كان محدثا أيضا، عن عاصم ابن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. الماعون اللي هي الحاجات البسيطة اللي الناس بتعاون بعضها بيه، يعني واحدة امرأة مثلا تستلف من جارتها حلة أو تستلف من جارتها مثلا طقم الصيني علشان عندها عزومة، أو تستلف من جارتها طماطمايه او بصله وهي بتطبخ بتدور على بصله ما لقيتش عندها بصله، تخبط على جارتها عندك بصله تدي له، حاجات بسيطه لكن هتمشي حالها. فاسمه الماعون، جوزها جاء من الشغل فجاه وعايز ياكل، هي ما لحقتش تجيب العيش، تخبط على جارتها ما عندكش رغيفين خدي، تقوم جوزها مش ما بتبقاش صدقه، بتبقى معاونه، وهي برضه صديقتها دي ولا جارتها لما بتيجي تحتاج حاجه برضه بتاخد منها، اللي هي تعاملات الجيران مع بعضها اختفت الان. يعني انا شخصيا يعني بقالي 10 سنين ما حصلش ان جار، احنا من ساعه ما سيبنا شقه المانيا كنا ساكنين ومعانا جيران من غيرنا، يعني كان ساعات تحصل الحاجات دي، لكن ايه من ساعه ما بقت العمارات بقت كل واحد قافل على بابه شقته ومحدش جيران بحد، ما عادش حد يخبط على حد، درجه الواحد من دول بيموت ما يعرفوش انه مات الا لما تتغير رايحته. محدش بيسال على حد. بقى يعني مجتمع كده خد سيمه المجتمع الغربي، كل واحد في حاله. في حين ان المسلمين تلاقيهم متشابكين، مترابطين، يسالوا على بعض ويتعاونوا ويتواسوا ويمنعون الماعون للحاجات البسيطه. الماعون ده اللي هو مثلا وانت مسافر ومعاك واحد مثلا يقول لك ما عندكش حته حبل صغير اربط بيه بس الشنطه بتاعتي. تروح انت الحبل بتاعك تقصه نصين، نص ليك انت تربط ونص تاني تديهولي، حاجات مالهاش. واحد تاني وهو ماشي مثلا معكش شنطه بس احط فيها الطعام اللي اشتريته ده، او تديله شنطه بلاستيك كده شيء. دي حاجات بسيطه، لا دي اسمها كلها الماعون. وربنا وصف الكافر انه يمنع الماعون من شيء من قسوه قلبك، الامور دي كلها ما يعملهاش، ويمنعون الماعون. عاريه الدلو والقدر. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر. قرقر يعني مستوي، قاع قرقر يعني قاع مستوي، فتمطحه بقرونها
وتطأه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، ليس فيها عقصاء يعني ملتوية القرن، ولا جلحاء يعني لا قرن له، يعني كلهم يجوا الغنم كله بقرون مدببة في قاع قرقر مستوي، واللي كان يمنع صدقتها يقعد كل الغنم ده يجي يدخل بقرونه فيه لحد ما ربنا يقضي من بين العباد. تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها وتدوس عليه كمان، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعودون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني هل ربنا حيكتفي بأنه عذبه العذاب ده بقى فيدخله الجنة بعد كده، أو ربما يبقى لسه يحتاج أنه يدخل للنار للتطهير بعد ذلك؟ يعني هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له بعد ذلك وإن شاء عذبه. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، يعني قوية سمينة ضخمة ثقيلة، أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه وقرقر ليه مستوي، يعني ما عندوش حتة فيه يستخبى وراه، مش تبقى قاع مثلا في جبل كده ولا حتة يتدارى، لا ده مستوي جدا زي الملعب ما عرفش يستخبى. فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، والخف في الجمل هو ايه؟ الظفر. في الغنم هو الحافر، في الايه؟ في الفرس والحمار بمعنى واحد. فتطأه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله السلام. كل ده في مين؟ في من لا يؤدي زكاة ماله. إنما لو أدى زكاة ماله يبقى مفيش كنز، يبقى الكنز هو انك انت تحتفظ بمال ولا تؤدي زكاته، لكن طالما بتؤدي زكاته مهما كثر مش كنز، يبقى العبرة كلها ان تؤدي زكاته حتى تخرج من عهدة الكنز الذي جاءت الآية فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يجي شيد وهكذا. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح هذه الآيات في هذه الأحاديث صلى الله عليه وسلم، يفسر الآيات بالأحاديث. وعن أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها. يبقى النبي جعل حقا زيادة عن الزكاة في المال كمان، إنما يجي يحلبها، يحلبها يوم ورودها يعني يوم خروجها لشرب الماء، علشان الراعي والفقراء يشوفوها يوم يحلبها عشان يدي للفقراء جزء من حلبها، مش يحلبها بقى وهي في حتة مدارية، لا يحلبها قدام الفقراء عشان كمان يديه. يبقى ومن حقها حلبها يوم وردها يعني يوم شربها، حيث يجتمع الفقراء حول موارد الإبل لعلهم يصيبهم نفحة من أصحاب الأموال. ولأن في أحاديث لله حق في المال سوى الصدقة، لله حق في المال سوى الصدقة يعني سوى الزكاة، اللي يسموه النطح، يسموه النطح أو النفح. الناس إيه المصريين يقول لك انفحنا نفحة، النطح أو النفح اللي هو تدينا حاجة يعني مش من الزكاة بس كده، يعني حاجة حلوة بسيطة صدقة من النوافل يعني. ومنها منيحة العنز، منيحة العنز انك انت
تسلفه العنزة وهي ممتلئة ذراعها ممتلئ لبن، يحلبها ويرجعها لك تاني، اسمها منيحة العنزة، ودي من الخصال الموجبة للجنة. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذه القصة، فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، تعطي الكريمة يعني في الصدقة، تطلع الكريمة تطلع في المعيبة في الزكاة يعني، وتمنح الغزيرة اللي هي كثيرة اللبن، تسلفها للفقير يحلبها ويرجعها لك تاني، وتفقر الظهر، ولو عندك ركوبة زيادة وواحد ماشي تركب، فليعد من لا ظهر له، فليعد من معه ظهر على من لا ظهر له. يعني هو بيجر وراه مثلا 10 إبل وراكب إبل وفي ناس ماشية يركب، يبقى اسمها وتفقر الظهر، تفقر الظهر يعني تعير للركوب، وتمنح الغزيرة يعني تعير للحلب واللبن، وتطرق الفحل، ولو عندك فحل من الإبل ويكون راجل جارك عنده نوق وعايز ان هو يعني ايه يلقحها، تقوم تسلف الفحل بتاعك مش هيجرى حاجة يعني. وتطرق الفحل وتسقي اللبن، ولو عندك لبن زيادة ما تسيبوش بقى يحرق، ادي برضه للناس اللي حواليك يشربوا، يعني كل دي حق الإبل، تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. وعن اطرق الفحل يجوز أخذ قيمة عليه؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسوب الفحل، هو معروف في الحديث البخاري، لكن يجوز انه يقول له اكله عندك، ما هو هيقعد الفحل عنده مثلا 5 6 ايام يبقى ياكله بقى، ولا يبعت له اكله ياكله جدعان، لكن ما ياخدش مقابل للمني اللي هيخرج من الفحل، لان ده كانه بيع مجهول. مش نهى النبي عن البيع اللي فيه غرر؟ ما ده بيع غرر، واخد بالك؟ لكن يطرقه يعني ايه؟ يعني يسيبه وما ياخدش اجر عليه على هذا الامر، لكن له ان هو يشرط عليه ان هو يطعمه ويسقيه فتره بقاي عنده، مفيش حاجه. العله الغرر وانه قد يطرق الفحل ولا يخرج منه مني اصلا. هنكشف عليه ازاي؟ نعرف منين؟ وبعدين قد يخرج منه المني ولا يتم الحمل اصلا، مش كده برضه؟ فكل الحاجات دي مجهول فوق مجهول فوق مجهول فوق مجهول. هيبيع ايه بقى؟ يبقى اسمه بيع غرر، ونهى النبي عن بيع الغرر، قرأناه احنا في البيوع زمان. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال ابو الزبير سمعت عبيدة ابن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ فذكر نحوه، زاد وإعارة دلوها. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقن، من كل جاد، الجاد اللي هو الراجل اللي بيقطع التمر، اللي هو في ايه؟ الجدار اللي هو قطع الثمر. أمر من كل جاد، يعني من يقوم بعملية الجذاذ أو الجداد اللي هو قطع الثمر، أمر من كل جاد 10 أوسق، يعني من كل ما يقطع 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، غير الزكاة اللي هتخرج، لأن الزكاة لسه هتخرج وهي مش رطب. القنو اللي هو إيه؟ سباطة، سباطة كده اللي هو العنقود اللي فيه التمر يسموه سباطة، فيروح معلق سباطة كده علشان المساكين وهي معدية تقطف منها تاكل.
كويس. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به علم على من لا ظهر له. يعني عنده مع ناقة ومش راكبها وقاعد يمشيها كده يمين وشمال والناس ماشية حواليها مسافرة، فقال من معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ركبها لحد يركب. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، يعني في الزيادة فيما زاد عن الحاجة. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال الحمد لله يهديكم ويصلح لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. يبقى كأن الزكاة مش كنز، ففرج عن الناس الذين يكنزون الذهب ظنوا إيه إن اللي يشيل عنده أي ذهب أو أي فضة أو أي مال زائد عن حاجته مطلقا كده حرام، فكبر الأمر على الصحابة كل واحد يشيل برضه حاجة. فسيدنا عمر فرج عنه وراح سأل النبي، لأن كانوا يهابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان عنده بينه وبين النبي إدلال، إدلال يعني إيه؟ يعني مودة زائدة، يعرف إيه يكلم النبي، ليه مداخل لطيفة مع النبي، إنما إيه الصحابة كالتهاب. فراح سيدنا عمر سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدلاله عليه، فإيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يؤدي الزكاة يبقى لا كنز، يبقى الآية تخص من احتفظ بمال ولا يؤدي زكاته. ثم بين بعد ذلك إضافة وهي خير الكنز المرأة الصالحة، وهذا يبين لك فضيلة المرأة الصالحة والتي جعلها سيدنا علي بن أبي طالب هي حسنة الدنيا، في قول الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال حسنة الدنيا المرأة الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. ونقف على باب حق السائل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان في كمال العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.